السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. وان اليوم درسنا على الفيروس تور. طبعا انا قبل هلا شرحت على الفيروس تور، بس مثلا كنت اشرح شي جهاز ورؤوس اقلام على الفيروس تور، يعني ما شرحنا بالتفصيل. يعني طبعا انا شرحت على الانتسي وعلى البي تي سي ودخلوا على الروابط، وخاصة على ماكينة اللحام لما كان يمر معي أي عنصر كنت أشرح عليه، يعني سواء LM317 أو فيروستور أو NTZ أو BTC. بس بشكل هاي بس بشكل مختصر يعني، بس BTC والNTZ شرحتهم بتفصيل يعني، كمان تراجعوا يعني الروابط. الفيروستور إيش هو الفيروستور؟ كمان يعني هدول البي تي سي والفيروستور والان تي سي والفيوز، هدول كلها حمايات للاجهزه، يعني من سواء حمايه من الفولت او من التيار. طبعا الفيروستور هلا بدنا نرسم رسمي، مثلا هون 220 فولت دخل، او مثلا 60 فولت، كمان مو شرط 220 فولت. بدي اشرح لكم ليش هيك، يعني ليش 60 وليش هاي. عادة في فيوز وبعدين بيجي الفيروستور. طبعا الفيروستور رمزه بالدارة بالمخططات، يعني يا بيكون هيك واحيانا بيجي هيك كمان، يعني على المهم مقاومة وعليها الشخطة، هذا رمز الفيروستور. هلا يمكن الانتسين نفس هذا، بس هذا الشخطة ما في. انا شرحت طبعا الانتسين وبيتسين شرحتهم. طبعا الانتسي والبيتسي بيتوصل على التسلسل، يعني مثل الفيوز بيتوصل على التسلسل مع الدارة. طبعا هون الحمل او الجهاز، اللي سواء ماكينة الحام او شاحن او ايش ما كان، يعني حمل او الجهاز، هذا هو هذا 220 فولت بيجي على الفيوز، وبيجي هذا بيتوصل مع الطرفين على التفرع. اما الانتسي والبيتسي يتوصل على التسلسل، هذوليك بيحموا التيار وهذا بيحمي الفولت. طبعا شلون عم يصير المبدا مكتوب عليه؟ طبعا هلا بالاول تنشوف ايش مكتوب عليه، وبعدين هلا طبعا مشكل في كثير مثلا فيروسات انواع واشكال. هلا هذا مكتوب عليه 14D471، وهذا كي ال 14 قطر الدائرة، عشان للتأكيد شوفوا 14. هلا بدي في عندي ماكينة الحام، طبعا نهاية الدرس بدي اشرح لكم عليها كمان شلون عم يصير. يعني هلا هون هاي الماكينة، وهذا الأخ هون، هذا العنصر شلون كنفجر، يعني شوف ايش فيروسه حاطين. هلا اذا فحص او قسنا القياس قطر هذا، شوف عشان تأكيدا لكلام، يعني شوفوا ايش خط طلع، وصل ل 32. ما بعرف الصورة واضحة ولا لا،
بنوضحها هيك شوي. شوفوا على 32 على التمام، يمكن ان شاء الله توضحت معكم. يعني هذا قطره هيك كبير، يعني هلا قدام هذا، هذا مو شي قدامه يعني. المهم الاول ال14 الاول قطر الدي، يعني تجي بمعنى الديسك الدائري. يعني هلا في فيروسات مربعة كمان. الرقم الثالث 471، نفس لما تقيس مقاومة اس ام دي شو بتقرأ؟ أول شيء 4 7، وهون 1 يعني 0، إذا 2 0 تحط، إذا 3 تحط 3 أصفار. يعني هلا بهيك حالة 470 فولت يتحمل. كي هاي مصنع، هذا ما الشيء تبع المصنع يعني، يمكن كي. بس هلا هدول هذا الأساسي، يعني 470 فولت، هذا يعني حماية إنه بيحمي القطعة هاي. هلا الماكينة الحام في كتير فيروسات، مو بدايتها عند طرف القطب السالب الموجب، يعني 60 و70 فولت في فيروسات. بس هالفيروسات إذا تقراها تشوف لك 100 فولت، يعني إن حاسبين حساب أكثر من 100 فولت بيتعطل. يعني هذا إيش عم يسوي هذا الفيروس؟ شلون بيسوي العطل؟ شلون بيسوي؟ شلون بيحمي يعني؟ هذا تعتبره الفيروس، طبعا بالفحص ما تحطه على التصفير. هلا الانتي سي والبي تي سي بيصفر معك. يعني هاي الصفارة هلا هيك لازم ما يعطيك. اذا عطى صفارة معناته معطل، يعني مفتوح. انت تعتبره هذا مفتاح، مفتاح عادي مفصول، يعني يعتبر هيك. يعني مفتاح هيك موصل على طرفي 220 فولت وشغال الزلمة طبيعي. هذا المفتاح إذا إجا التيار عالي كتير، يعني مثل مثلا أو مفاجئ أكثر من 470 فولت، هذا إيش بيصير؟ بيوصل. إذا بيوصل شو بيصير؟ بيصير شورت، يعني كونتاك. هذا عادة يحطوا هالفيوز، هذا إذا ما في فيوز فرضا بينزل قاطع تبع البيت، بيصير كونتاك. يعني بيحطوا هالفيوز لما بيوصل يصير شورت، يصير التيار بيمر هيك على الفيوز، بيصير هيك يعني الدارة تكتمل، بينضرب الفيوز. فرضا طبعا إذا ما انضرب الفيوز، واحد حاط لي شريط مثلا سماكته 1 ملي 2 ملي هون، ايه ما ينضرب، ايش بيصير؟ بيفجر حاله الزلمة. هذا طبعا هذا السلك له حد معين مثل الفيوز يعني، بس له حد معين بيحترق. يعني هذا بيحمي جهاز، اغلب الفيروسات بينفجروا بينطقوا يعني. هلا مثل هذا شلون انفجر يعني، انطق لحظات. ايش فهمتوا من هالدرس؟ الان تي سي والبي تي سي طبعا عكس بعض هني. يعني هلا بي تي سي، بي اولا بي معناته موجب، وان تي سي ان يعني سالب. هذاك مقاومة سالبة وهي مقاومة موجبة، وهذا البي تي سي بيزداد المقاومة، والان تي سي بتنقص المقاومة تبعها. هذا الفيروسور بينقص مقاومة تبعه، بس انا شبهت لكم انه مفتاح افضل من اقول لكم والله ينقص وكذا كشرح. يعني انا هيك شرحي
هيك كان انه هذا خيو بيوصل بيسوي شورت بيوصل يصل طبعا اذا كهرباء زياده اجى بيتحسس هل وبيوصل بيوصل ونعتبر سلك مثلا سلك سماكته يتحمل هذا مثلا كذا امبير هذا بيضرب الفيوز اذا ما في فيوز او مثل ما قلت لكم ايش بصير بينزل قاطع البيت بصير شورت ما مشي حال القاطع البيت كمان حاطين لي مثلا هو البيت كله يتحمل 20 امبير حاط لي قاطع مثلا 64 امبير مثلا فرض يعني اكثر من ساعة الكهرباء كمان حاطين ايش بيصير بينفجر بينفجر هذا بالذات يعني ما بقى يتحمل السلك له حد معين بينقطع يعني بقى بدا ينقطع بدا ينتقل فيروس سور هذا كان درسنا على الفيروس وان شاء الله استفدتوا هلا بدي على فكرة الحمايات بشكل عام سواء NTC او BTC توصل سلك معهم كمان يمشي حال تمشي الماكينة بس تصير انه ما في حماية اما الفيروسور اذا انفجر كمان تشتغل الماكينة ولا تهمها يعني الماكينة يعني بلا فيروسور طبعا هلا بنجربه جرب الماكينة الماكينة تشتغل طبيعي هذا فوت الماكينة طبيعي بس شو شلنا حماية من الحمايات يعني كأنه عم تشغل البيت بدون قاطع يعني على المهم انه بيشتغل طبيعي يعني بس نوع قسم من يعني من الحماية ما في يعني هذا هو الفيروسور انه مثلا سواء موصول لمو موصول كمان نفس الشيء حتى الانتسي كمان اذا وصلت سلك وخلاص شلت الانتسي كمان بيشتغل بس يفضل انه يكونوا موجودين يعني الشركة حاطينه وكمان بتحمي الجهاز جهازك تحميه من حتى الفيوز كمان يفضل انه تحط نفس الرقم الفيوز هذا كان درسنا ان شاء الله استفدتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.